يعني اقتصاد دبي في 2022 رغم التحديات اللي مرينا فيها الحمد لله سجل معدلات نمو بمقدار 4.5%، فأنا أعتبر هذا إنجاز كبير لدبي وقطاع الاقتصادي في دبي، خاصة لما تشوف كثير من الدول الخارجية عندهم يا نمو سلبي يا نمو 1% 2%. أما عن عام 2023 أنا متفائل جدا لكون خلقنا سمعة في العالم وفي السوق أن مدينة دبي وإمارة دبي هي مكان للعمل، خاصة أثناء الكورونا السنتين الماضيات أثبتنا للعالم أن بالسياسة الحكيمة لدبي في إدارة الكوارث وإدارة أزمة الكورونا استطاعت أن تخلي العمل مفتوح، المطارات مفتوحة، الطيران مفتوحة، وأتوا الناس لقضاء إجازاتهم في دبي، وكثير منهم بدأوا ينقلوا مراكزهم الإقليمية ومراكزهم العالمية إلى إمارة دبي وأسسوا شركاتهم هنا، فهذا دليل نجاح السياسة. فلذلك المستقبل 2023 و24 أنا متفائل جدا. هل تتوقعون نفس نسبة النمو التي حققناها في 2022؟ ما في شك يعني زيادة تكلفة الفوائد لها تأثير، لكن الحمد لله بالنمو الموجود عندنا والطلب الموجود عندنا في إمارة دبي أنا متفائل أنها ستستمر بهذا معدلات النمو السنة الماضية أو أكثر. دبي مدينة عالمية فاتحة وذات تجارة حرة مع العديد من الدول، ماذا عن فتح الحدود مع أو فتح الصين لحدودها والتجارة، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر على التجارة في إمارة دبي؟ ما في شك الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لإمارة دبي، ومن دبي 80% من صادرات الصين إلى الشرق الأوسط تأتي عبر دبي، فنحن مسرورين جدا بانفتاح الصين على العالم، خاصة نحن سيكون لنا حصة كبيرة من هاي التجارة. ففي الشهر الماضي زارنا حاكم هونغ كونغ إلى دبي واجتمعنا به لأهمية دبي بالنسبة لهونغ كونغ، وهذا هو مؤشر عن النوايا في الصين. هاجس الناس جميعا وأيضا المؤسسات، معدلات التضخم المرتفعة حول العالم وأيضا هنا في المنطقة والإمارات، ما هي كيف سوف هل هناك إجراءات معينة سوف تتخذونها بمعدلات التضخم، أيضا فيما يتعلق باستمرار أيضا رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك الإماراتية تبع للفدرالي الأمريكي؟ ارتفاع سعر الفائدة هذا ليس بيد دولة الإمارات، هذا محكوم بارتفاع أسعار الدولار وسعر الفائدة على الدولار، لكن الأشياء الثانية اللي ممكن نتحكم فيها لحد من التضخم هو زيادة العرض. يعني الآن نحن جميع أنحاء العالم مفتوحة لنا، فنقدر نخفف من حدة التضخم عن زيادة المعروض في الإمارات وفي دبي خاصة. هذا بيحدد هذا سواء كان عن طريق الاستيراد أو زيادة المعروض، إذا كان مثلا سكن ولا فنادق ولا شيء، زيادة المعروض في الإمارة حتى نقلل نسبة التضخم في التكلفة. دائما ما كانت تسعى دبي إلى يعني دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعطينا ما هو واقع هذا النوع من الشركات في إمارة دبي، وهل هنالك أي مبادرات لدعم مثل تلك الشركات خصوصا في مثل هذه الظروف؟ ما في شك الشركات الصغيرة والمتوسطة كلها بدأت يوم الأيام بداية متواضعة، وكثير من الشركات الكبرى الآن سواء العائلية أو حتى المدرجة في أسواق الأسهم كانت شركات صغيرة متوسطة. هناك عزيمة وقرار أن بدعم الشركات هاي، فخلقنا في غرفة تجارة دبي مركز للشركات العائلية، وهذا يعنى بالشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. سنخلق بيئة عمل لهم، سنحثهم على الانضباط وتطبيق الحوكمة الممتازة التي تسمح لهم حتى في المستقبل الانتقال إلى سوق المالي، وحث تهيئة الأولاد الجيل الثاني والجيل الثالث إلى استلام المسؤولية واستلام الملكية لمواصلة المسيرة في بناء هذه الشركة الخاصة اللي هم الأجداد والأباء بدوا فيها. سنقوم بتأسيس مركز للشركات العائلية
وسنخلق إدارة وسندعم بالتدريبات وبعض التشريعات. والحمد لله الآن دولة الإمارات وإمارة دبي دعمتنا بتشريعين قويين لدعم الشركات العائلية.